كل مسيرتي الفنية بأقدير. مسيرتي صحيح كانت طويلة، أما لما شميت ريحة المناخ وطيبة الشعب المغربي اللي كيف استقبلوني امبارح روم، يعني كان الوقت متأخر، بعرف مدى الإنرجي الحلوة، الطاقة الحلوة الإيجابية يلي بتجتذبنا دايما لنجي على هالبلد ونحقق أفضل النجاحات. بشكركم، بشكر كلمتك الكريمة ومتابعتك لألبوم كاريزما أو للمسيرة ولو كانت بسيطة، ولكن بقدر أقول أنه بمحبة الناس بتترك لي مجال أن يكون دايماً عندي حلم لأن يكون بين كل المحبين وخصوصاً في المغرب العربي. والله إلي الشرف كان، والله الفكرة ما وردتني إن شاء الله، وبتمنى انه على المسرح نقدر نقوم بالخطوه يلي ناطرين الناس، وان شاء الله الايام المقبله اذا كان بعد ايام ان شاء الله بيكون في هيك لقاء. صراحه حامله معي كل قديمي وكل جديدي، بالاضافه لاني دائما بصوتي لما بوصل على المغرب في اغنيه ما بستغرب لولا الشمس بتشرق من مغربها، بقدمها من قلبي لكل جمهور المغربي الحبيب. بصراحة قدمت أغنية لأنه بيجي من لبنان، حامل صوتي وبلدي لحتى مثله قدام كل الناس. بتمنى أنه من بعد طول غياب يتحقق الشيء الأفضل دايما بالمغرب الحبيب، وإن شاء الله بالأيام المقبلة نعمل هيك إيقاعات تشتهر فيها بلدنا الثاني المغرب العربي. أكيد، وهذا شيء هو توجني على قلوبهم، حبيبة قلوبهم، مثل ما هن شوقي إلهم بيزيد لحتى يكون عندي دايما سبب كبير إجي على المغرب من خلاله محبتهم. وأنا تعودت بالمغرب العربي دايما أنه استقبلات الأروع والأجمل في كل المغرب، بخصصوني فيها كل فانزاتي ومحبين أشوكا. صراحة ببرنامج غوت تالنت كان لي نصيب كتير كبير مع كل المشتركين، مع اللجنة الفاضلة اللي كانت معي كمان ببرنامج NBC يلي أخذ رواج كتير كبير، واللي ضوى على شخصيتي أكثر حتى من فني، ضوى على شخصية مختلفة للناس وقربتني من الناس. بتمنى أنه هالبرنامج يضل مستمر لحد الآن، ما طرح علينا بعد إنه في إله تكملة إن شاء الله قريباً، وإذا في برنامج تاني بناسب شخصيتي كمان، لأنه أنا بحب دايماً شخصيتي تكون لو شوية تقدر تضيف على البرنامج اللي بدي يكون فيه، بتمنى أني أخذ هالتجربة لأنه كانت تجربة بالنسبة إلي رائعة. أول شيء بودي إني روح مصر، كان في برنامج إني روح مصر، بعدين تعدلت الأمور إن شاء الله السنة اللي جاية. ومين ما بيحب يروح على مصر ويكون موجود بمصر بين الشعب الحبيب. اثنين، حفلة عمرو دياب بلبنان كانت رائعة، هذا بدل على إنه الشعب اللبناني مهما كانت الظروف صعبة عليه بضل يقدر يفرح وبضل يحب يطير الفرح للسماء، لأنه بيستلقاه أساساً من السماء، منشان هيك ما في شيء بيوقف بوجهنا. أي فرصة بتعطينا نسمة روح، لأنه لبنان قائم على الروح مش على الجسد اللي هو المادة بالكون. بالنسبة لألبومي الجديد، مثل ما بقول لك أنا بحب إنه الإشي بطلع من قلبي وتطلع بحب وبقناعة، وبغنيها بالأول لذاتي، بستمد هالطاقة من إيماني برب العالمين سبحانه وتعالى ومن حب الناس لأني. كتير حلو. وأنا في فنانة كبيرة سألت، قلت لها شو سر جمالك، قالت لي بستعمل هيدا الأول كمان. وأنا بقول لك إني بحب أقول إنه من صفات المرأة المغربية جمالها يلي كلنا سوا متغنى فيه، وأكيد هذا الشيء بينعكس على الطبيعة، بتنعكس على جمالها والجمال الشعب بينعكس على الطبيعة. نحن أولاد بيئتنا وما عندنا شك بجمال المرأة المغربية،
ولا بذكائها الجاذبية اللي تتمتع فيها من طبيعتها، لأنه الطبيعة بتعطي إياها الطبيعة المغربية. لا شك إنه الأرجن أويل هو معروف عنه إن كان غذاء للشعر ولا للبشرة ولا لجمال المرأة. يعني بدي أقول لك إني فاشلة جدا بالتمثيل، ما بعرف لمست لا بالحاجات الاجتماعية ولا بأخذ دور إني أدخله يمكن، إلا إذا كان دور بده يكون بيشبهني كثير شخصيا لحتى ما أعمل مجهود وإني مثل، لأنه إذا كان في فرحة بعيوني صعب كثير إني لو أخذ دور حزن، والعكس تمام. ولو كنت أنا عن جد ممثلة كنت مش رح ينبسط كثير مع المخرج، وما بخدم كثير السيناريو لأني بحب الطاقة الإيجابية وما بحب كثير الدراما المحزنة، بحب الفرح، بحب الحب، بحب الصلح وبحب السلام.